مفاجأة كورونا، وكل يوم هتقف الدراسة، مش هتقف، هتقف لغاية لما تطلع قرار رسمي خلاص يا جماعة اقعدوا. فالناس كلها كانت مش عارفة تتصرف ازاي. أولا في ناس كتير لها تاريخ في التعليم الإلكتروني قبل ما تحصل مشكلة كورونا والكلام ده كله. في ناس كانت شغالة مجموعات أونلاين ودروس أونلاين، وكانت شغالة مع طلبة في محافظات كتير، ولكن كانت نسبة 10 20% من الطلبة اللي كانوا بيهتموا بالكلام ده، وكان بيزيد الاهتمام في فترة مراجعات ثانوية عامة، إن أنا عايز أسمع مدرسين كتير في أماكن كتير، فكانت الدنيا تمام. فلما حصل بقى والمدارس كلها وقفت، فبقت الناس محتارة، هل يا ترى لما أصور فيديو على اليوتيوب هو ده الإلكتروني؟ طب هل لما أعمل جروب على الواتس وأبعت لهم تدريبات وابعت لهم رساله صوتيه، هل هو ده الالكتروني؟ طب الناس اللي عندها وعي، هل لو دخلت على المنصه وجمعت الطلبه وشرحت لهم هو ده الالكتروني؟ فبقى كان في اكتر من وسيله. انا شخصيا لجأت لكذا حاجه. اولا الفيديوهات على اليوتيوب دي كانت مهمه لسبب، لان الطالب يقدر يشوفها مره واثنين وثلاثه، وديت بتبقى متاحه للكل، فبتشرح له، وبعدين تركيزه مع الشاشه او مع اللي انت بتعرضه بيبقى جميل. طيب في ناس ثانيه عايزه المتابعه، يبقى المتابعه من خلال المنصات، ان انا باخد جروب 10 او 20 او 30 على حسب الطلبه، وببدا اعرض لهم الفكره وبسمع الاجابات بتاعتهم، بفسر لهم لا ده ينفع ده ما ينفعش، زي ما بيحصل داخل الايه، داخل الفصل. فهنقول المشكله ان بعض المنصات كانت ما بتقبلش عدد كبير، وبعض المواقع كان النت ضعيف او الولد مش عارف يحمل، كل دي اعتقد بدات تتغير بعد ما الناس كلها بدات تحتاط. يمكن حتى انا جاي بقول لنفسي الاستعدادات للعام الدراسي مختلفه، زي ما كنا نجيب شنطه وكراسي وكده، دلوقتي بقى هنجيب شاحن جديد ونجيب باور بانك ونجيب، بنستعد بقى للايه؟ ما هو معايا تابلت بشكل تاني عليه كل حاجه، صح ولا لا؟ والولد عايز يروح يغير الراوتر وعايز يزود السرعه، فاستعدادات الدراسه دلوقتي بقت مختلفه. ما انا هتعامل مع موقع، طب هجيب شنطه وكراسي اعمل بيها ايه؟ انما الكلام ده ممكن ينفع مع بتاع الاعدادي، ينفع مع بتاع الايه؟ الابتدائي. فبالتالي التكنولوجيا اللي بيستخدمها صح فعلا بيستمتع بيها، ولكن نرجع نقول الاختلاف وجهات النظر هي ليست كل شيء. المدرس عارفين ان هو له دور، بس المشكله الظروف اللي احنا فيها منعته انه يعمل دوره كاملا. اي نعم، من التواجد فيس تو فيس، فاس فاس زي ما بنقول بالفرنساوي، الطالب والمدرس بيجيب نتيجه افضل، ولكن انت دلوقتي في ظروف اضطراريه. عشان كده قلت كلمه لو حد متابعنا كويس في الحلقه، الصبر، نصبر على بعض شويه، نصبر لما الظروف دي تعدي ونبدا نقيم الايه، ايهما كان افضل بقى. في ناس ممكن تقول لك لا انا لغايه دلوقتي بعد ظاهره السناتر تتقفلت، ما تتقفلش، ناس بتاخد. في ناس بعد ما السناتر بدات تفتح قالك لا احنا مبسوطين بالاونلاين، احنا ما كده ايه اللي يخليني اخرج وادفع تاكسيات واروح مشوار، وانا نفس المدرس بيقول نفس الكلام. عشان كده قلت المدرس يا ريت يراعي ربنا وضميره في الشغل. بتشتغل بقى في منصه، بتشتغل في قناه في التلفزيون، بتشتغل في مجموعه مدرسيه، بتشتغل في حصه كل اسبوع، يا ريت نراعي ربنا. بتعمل اللي عليك في كل الاحوال. بالظبط كده، لان انا مش عايز طالب يقول لي ده الاستاذ فلان على المنصه حلو، لا ده في الدرس الخصوصي احلى، لا يا ريت تراعي ربنا، لان الولد ده ابنك وربنا هو الرقيب. معلش مش يعني ما فيش حد يمشي وراك في كل لحظه. فعشان كده قلت لحضرتك العمليه التعليميه اساسا يعني قائمة على المعلم، وسيدنا رسول الله كان أول المعلمين لنا كلنا. كان ربنا قادر يبعت لنا حاجات مؤشرات، لا ده بعت لنا شخص قدام مننا عشان يبقى قدوة ونستفيد. فبرضو المدرس في المدرسة له دور القدوة، ولو رأى ضميره في الشرح سواء في أي المصادر هيكتسب احترام الولد، هيبقى نفسيا راضي، ربنا هيكرمه في أولاده، هيبقى شخصية هو راضي عن نفسه. كون بقى بتاخد حقك المادي كما ينبغي، لا كما لا ينبغي، دي مالهاش علاقة. انت طالب مش ذنبه أي حاجة، خاصة نصيحة لكل زملائي، طالب أولى ثانوي، طالب تانية ثانوي، السنة اللي فاتت اتظلموا بسبب ما راحوش المدرسة كتير، كورونا والتابلت وجي متأخر والكلام ده كله، يا ريت نراعي الحتة ديت ونبدأ نشرح لهم الحاجات اللي فاتتهم. ولأن حضرتك معظم المواد اللي بندرسها تراكميه، سواء لغات او علوم، انا بعتمد انه خد السنه اللي فاتت. طب الولد السنه اللي فاتت ما خدش، حتى لو خد قاعد من شهر ثلاثه ما تعاملش مع الناحيه التعليميه بشكل جيد، فلازم انا كمدرس هيحصل سبوت على الجزء اللي فات. بالظبط، ما ينفعش ان انا اخد يبقى في فجوه في النص والطالب يحس محروج يسال، لا يا ريت تاخده واحده واحده ان شاء الله معانا الوقت. والامتحانات اتأجلت شويه السنه دي، يعني معانا الوقت الدراسي كما هو، بدأنا متأخر فالامتحانات ايه برضه متأخر.